يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يردد بعض الناس هذه الأيام قاعدة وهي خلافنا في غيرنا لا يوجب الخلاف بيننا. خلافنا في غيرنا لا يوجب الخلاف بيننا، فهل هذه القاعدة متعلقة بالقاعدة المعروفة نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه؟ أنا ما فهمت هذه العبارة. خلافنا إيش؟ خلافنا في غيرنا لا يوجب الخلاف بيننا. على صاحبه أنه يشرحها ويبينها، ما ندري إيش معناها.